بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل أحكام وآداب النكاح من كتاب بلوغ المرام، حديث رقم 886 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. اتفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فهذا الحديث دليل على وجوب طاعة المرأة لزوجها في أمر الفراش وفي غيره، وأنها إذا امتنعت منه بلا ضرورة، يعني بلا ضرر عليها، فأن هذا أمر محرم، بل ومن الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. الكبيرة ما ترتب عليها لعن أو وعيد بنار أو حد أو شيء من ذلك أو عذاب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين وجوب طاعة المرأة لزوجها خاصة في أمر الفراش، لأن امتناعها يؤدي إلى ضرر يلحق بالرجل في دينه ودنياه. والحديث أيضا فيه دليل على اعتناء الرب سبحانه وتعالى ورعايته لحق عبده المؤمن. يعني تخيل أن الله عز وجل يغضب لغضب عبده. كان الذي في السماء ساخطا عليه. بعض العلماء بيدخل هذا الحديث في أحاديث الرجاء، حديث الرجاء، ده من كمال رحمة ربنا ورعايته لعبده المسلم أنه يغضب لغضبه. اختبارك، فالله سبحانه وتعالى يغضب إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها فأغضبته، يعني في ذلك اختبارك كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. في طبعا إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وده معتقد أهل السنة والجماعة. وخلاف هذا المعتقد اعتقاد باطل. الله عز وجل فوق السماء سبحانه وتعالى، فوق العرش، حتى يرضى عنها، يعني الملائكة لعنها والله عز وجل يغضب عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. وجاء في أحاديث أخر يعني بيان حق الرجل على المرأة، كما في سنن ابن ماجه وفي المسند أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها ولهي على قتب لم تمنعه. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم بالنساء، قال: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها صرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ده يعني مجمل الصفات التي تسر للرجل، تشرح صدره. نظرت إليها، يعني شكلها كويس، شكلها جميل، متزينة متهيئة لزوجها، وإذا أمرتها أطاعتك، تطيع أمره. يعني يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فإن أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن طالما الأمر في حدود الطاقة وفي حدود الطاعة وفي حدود الشرع فيجب عليها أن تطيعه. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. طبعا هيستثنى من ذلك الضرر، لو يأمرها بشيء فيه ضرر أو خلاف المعروف فلا يجب عليها أن تطيعه في ذلك، والله أعلم. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الحديث متفق عليه. الواصلة هي المرأة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر غيره، والمستوصلة هي المرأة التي تطلب أن يوصل شعرها، هي واحدة بتعمل واحدة تطلب، خدت بال حضرتك. والواشمة، الوشم ده نوع من غرز الإبرة في البدن وزرعه بشيء أزرق كده، أو وضع شيء أزرق فيه، عارفينه طبعا الوشم ده بيغير صورة الجلد، بيبقى فيه رسومات كده عليه، طبعا مؤذي وقبيح وفي تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.
إيه سبب إدخاله هذا الحديث في هذا الباب في باب عشرة النساء؟ ها؟ إن هنا إدخال هذا الحديث أو مناسبته لهذا الباب بيان أمر الزينة، إن المرأة تتزين لزوجها ولكن لا تتزين بحرام، لا تتزين بحرام، يجوز أن تتزين بكل زينة إلا ما نهى الشارع عنه أو كان فيه تشبه بالكفار، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا يجوز لها أن تشر أسنانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أيضا الواشرة والمستوشرة، الواشرة والمتفلجة دي اللي بتحدد سنانها وتعمل بينهم إيه فرق، فأيضا من المحرمات، يبقى الوصل من المحرمات والوشر من المحرمات والوشم أيضا من المحرمات، وكذلك النمص، النمصة والمتنمصة، تقويم الأسنان إذا كان في الأسنان ما يضر، خدت بالك يعني إذا كان مثلا أسنانها بتؤذيها رجل أو امرأة فبيعدلها لأجل ألا يؤذيه ما فيش حرج، أما لأجل كمال الجمال فلا، يبقى الواصلة والمستوصلة والواشمة والواشرة والمتفلجة كل ذلك مما نهى الشارع عنه. أما بالنسبة لإزالة شعر الجسد، سائر شعر الجسد بالنسبة للرجل والمرأة يجوز إزالته، يعني هو الشعور ثلاث أقسام، شعر مأمور بتركه هو شعر اللحية بالنسبة للرجل، وشعر مأمور بإزالته شعر العانة وشعر الإبط، وشعر مسكوت عنه خدت بالك شعر الفخذ والصدر وغير ذلك، فهذا الراجح فيه أنه يجوز إزالته ويجوز تركه لكن بشرط ألا يتشبه الرجل بالنساء. وكان في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله قال يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساقين والفخذ إذا لم يضر بدنه ولم يقصد التشبه بالنساء، لأن الأصل الإباحة، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئا إلا بدليل، ولا دليل على تحريم هذا، وسكوت الله ورسوله يدل على الإباحة. هذا كلام جميل مستقيم مع أصول الشرع. أما حلق شعر اللحية فلا يجوز، أما بالنسبة للمرأة فربما يجب زينة، لو خرج لها لحية أو شارب يبقى تحلق إيه؟ تزيل ذلك. تقويم الأسنان، تقويم الأسنان ما قلنا للشكل لكمال الجمال لا، أما إذا كان في سنة مثلا بتؤذيه لا تجعله مثلا يأكل جيدا أو يتكلم جيدا أو شيء من ذلك يبقى يجوز في الحالة دي أن يعدلها. الحديث الذي يليه حديث جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم. الحديث الذي يليه متعلق بنفس المسألة، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلق أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات، صححه شيخ الألباني. عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. فهنا هذه الأحاديث الثلاثة فيها حكم الغيل وحكم العزل. إيه هو الغيل؟ الغيل ده أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، وهي ترضع، فإذا كانت بترضع الولد يبقى ممكن تحمل، والحمل ده هيؤدي إلى ضرر الولد، الولد اللي هو بيرضع، خبر حضرتك، لأن المرأة لما بترضع 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 الولد اللبن ده فيه خلاصة الغذاء اللي بتتناوله المرأة، والولد بيحتاج لأنواع من الغذاء وخاصة الكالسيوم وغير ذلك، فاللبن بيبقى فيه هذا الغذاء، فإذا حملت يبقى في الواقع دلوقتي هيبقى عليها ايه؟
ضغط من ناحيتين، الحمل والايه والطفل اللي بيرضع. فممكن الحمل هذا يؤثر على ايه هذا الرضاع. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان ينهى ولم ينهى. انت واخد بالك؟ لاحظ اللفظ بيقول ايه، لقد هممت ان انهى عن الغيله، لقد هممت، فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. وده دليل على الانتفاع بالامور التجريبيه من الامم الاخرى، ما فيش حرج في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر في امه فارس والروم فوجدهم يفعلون ذلك، وهذا ليضر الاولاد. امه فارس والروم في هذا الوقت كانت اكبر الايه، اكبر الامم، كانت من اكبر الامم. فده دليل على جواز انتفاع المسلمين بما عند الكفار من الامور التجريبيه والواقعيه، ها، وده لا حرج، هذا لا يدخل في التشبه بهم في شيء. خدت بال حضرتك؟ لان دي امور مشتركه، امور حياتيه، امور ايه؟ حياتيه مشتركه، لا حرج ان احنا ننتفع بما عندهم من علوم تجريبيه او غير ذلك. خدت بال حضرتك؟ هذا ليس فيه اي اشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم بينبه انه كاد ان ينهى عن الغيره، يعني خشيه على الولد، على الطفل اللي هو بيرضع، خشيه عليه. بيقول فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون فلا يضر ذلك اولادهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن النهي. لكن ربما اللي انت تستشعر من الحديث ان هذا امر ربما يترتب عليه ضرر للطفل، صح ولا مش صح؟ لذلك في الحديث الاخر اللي هو في سنن ابي داود، حديث اسماء بنت يزيد، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا، لا تقتلوا اولادكم سرا، فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، فيدعثره، يدعثره عن فرسه، يعني يصرعه، يهلكه. خدت بالك؟ فهنا في ايه؟ في نهي، النهي دوت للتنزيه، النهي دوت للتنزيه. طب والحديث الثاني في اشعار ان ده ربما يكون في ضرر وربما يكون ليس فيه ايه؟ ضرر، او في كثير من الاحيان لا يترتب عليه ضرر. وفي الواقع ان الامر ده بيختلف باختلاف المراه، يختلف باختلاف المراه. يعني لو امراه ضعيفه البنيان، لا، لو هي بترضع ثم حملت، لا شك ان ده هيؤثر على الايه؟ على الرضاعة. وده امر واقعي فعلا، يعني كثير من النساء اذا حملت وهي ترضع بتفطم الايه؟ الولد، مما يؤثر على صحته وعلى حقه في الرضاعة وعلى حقه في الرضاعة. فربما انت تستشعر من الحديث ان الاولى ان الرجل يكون حريصا وامرأته على الا تحمل، وامرأته على الا تحمل وهي ايه؟ وهي ترضع. هذا هو الايه؟ الأولى، مع أنها إذا حملت وهي ترضع ليس إيه؟ ليس حراما، ليس حراما، واخد بالك؟ ومن هنا بقى استفاد العلماء، قالوا من هذه الأحاديث هذا يدل على إباحة التعدد وجواز التعدد للرجل، يعني يتزوج أكثر من امرأة. منين بقى حبيبي؟ حتى دي تزعل بعض الناس. قالوا إن الرجل دلوقتي ربما يمتنع من امرأته فترة طويلة أثناء الرضاعة، فهذا مبرر قوي أنه هو يكون له امرأة أخرى، واخد بال حضرتك؟ لأن كون أن احنا هنمنعه ونقول له خاف حق الولد، ها، لا تقرب المرأة، ها، فطبعا هو هيحتاج إلى امرأة أخرى. ده بالنسبة للمسألة الأولى. يبقى الغيل الأصل فيه أنه ليس حراما ولكن قد يكون مكروها إذا ضر الولد. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عن العزل. ما هو العزل؟ العزل أنه إذا جامع الرجل امرأته أنزل خارج الرحم أو خارج الفرج حتى لا تحمل. يبقى ده نوع من أنواع وسيلة من وسائل منع الحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. لو أخذنا بهذا الحديث وحده لقلنا بتحريم العزل. لكن الحديث الثاني ان رجلا قال يا رسول الله لي جاريه وانا اعزل عنها، اكره ان تحمل، وانا اريد ما يريد الرجال، وان اليهود تحدث ان العزل الموؤود الصغرى. قال كذبت اليهود، لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرف. الحديث ده بيدل على الايه؟ على الاباحه. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الايه؟ عن العزل في هذا الحديث. الحديث الثالث كنا نعزل والقران ينزل. جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
فهنا جابر بيستفيد دي مسألة إيه؟ تقريرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عنه، إن بص ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي رواية فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، ده دليل على فهم الصحابة لأمر الإقرار والسنة التقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث في عهده شيء واطلع عليه ولم ينهى عنه فهذا يدل على جواز هذا الشيء أو هذا الأمر، يسموه العلماء سنة تقريرية. طب إذا لم يبلغه عليه الصلاة والسلام، دي فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه طالما حدث في عهده ولم ينهى عنه فهو مباح ما لم يعارضه دليل آخر والله أعلم. فالأقرب من الجمع بين الأدلة أن العزل خلاف الأولى أو مكروه، العزل مكروه جمعا بين الأدلة، الحديث الأول الوأد الخفي، الحديث الثاني لم ينهنا عنه، واخد بال حضرتك الحديث الأخير ده لم ينهنا عنه، لو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع العلماء بين الأدلة، قالوا العزل مكروه إلا إذا دعت إليه الحاجة، دعت إليه ليه؟ الحاجة، لأن المكروه إذا دعت إليه الحاجة رفعت ليه؟ الكراهة، زالت الكراهة. إيه الحاجة؟ الحاجة خوف على صحة المرأة، الخوف على مصلحة الطفل، زي ما قلنا في مسألة ليه؟ الغيل، إن المرأة ممكن تتفق مع الرجل على تقليل على منع الحمل فترة معينة لأجل الإيه؟ لأجل الحرص على مصلحة الطفل ليتم مثلا ليتم الرضاع، واخد بال حضرتك؟ فهذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. لكن خد بالك طبعا هنا في مسألة مهمة، في مسألة قطع النسل، وفي مسألة الدعوة إلى تحديد النسل أو تقليله، وفي مسألة استخدام وسائل منع الحمل. دول ثلاث مسائل. مسألة قطع النسل بالكلية من شخص أو أشخاص، هذا أمر لا شك في تحريمه. يعني قطع النسل نقصد به أن الرجل يجري عملية جراحية أو يتناول دواء يقطع نسله بالكلية، مش فترة معينة، لا بالكلية. وكذلك ليه؟ المرأة مثلا كربط المبايض مثلا في المرأة، هذا لا يجوز، ده في تغيير لخلق الله وفي مضادة للشريعة. لكن أقصى ما يجوز أنها تمنع الحمل فترة معينة لمصلحة يعني مرجوة. أما تقطع الحمل بالكلية فهذا أمر محرم، في تغيير لخلق الله، وبعدين قد تندم المرأة على ذلك، قد تكون متزوجة مثلا أنجبت ثلاثة أولاد، زوجة أولاد كفاية كده، ما استحملش أكثر من كده، بتروح بقى عاملة عملية من هذه، زوجها بعد كده يطلقها، تحتاج أن تتزوج رجل إيه؟ رجل آخر، فيأبى أن يتزوجها لأجل ما فيها من هذا الإيه؟ العيب. فهي لن تأمن ما يحدث وما يجد في الإيه؟ في المستقبل. أيضا هذا الحكم بالنسبة للرجل. بالنسبة لمسألة الدعوة إلى تحديد النسل أو تقليله، فهذا أمر أيضا لا شك في تحريمه. هناك فرق، خد بالك، بين الفرض إذا ارتكب مكروه وبين دعوة الأمة إلى مكروه. تقليل النسل ده إيه؟ مكروه، صح كده؟ مش احنا بنقول العزل بدون حاجة مكروه، وتقليل النسل مكروه. طب إيه دليل الكراهة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكاثر، قال تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في تزوج الودود إليه؟ الولود عشان تولد كتير، يبقى ده برضو في تغريب في الإيه؟ ترغيب في الإكثار، خدت بال حضرتك؟ فلما يدعو أحد الناس الأمة إلى تقليل النسل يبقى بيخالف مراد الشريعة ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الحتة دي عشان دقيقة شوية. يعني يكون أن فرد من أفراد الأمة يرتكب مكروها، هذا ليس حراما في حقه. يعني لو قلنا واحد مثلا بيترك الوتر، بيترك سنة الفجر، حرام عليه؟ محمد، حرام ولا مش حرام؟ مش حرام، مكروه. ممكن نقول أنه إيه؟ مكروه أو خلاف الأولى. لكن ندعو الناس إلى ذلك يبقى ده حرام. واحد يطلع يخطب يقول للناس فضيلة النوم وترك القيام، واخد بالك؟ ده كلام يا راجل، فضيلة العزوبة وترك الزواج، أضرار الزواج، الزواج ده مرغب فيه ولا غير مرغب فيه؟ مرغب فيه، خدت بال حضرتك؟
لما واحد يدعو الناس إلى ترك هذا الأمر الذي رغبت فيه الشريعة وأمرت به حتى لو كان أمر استحباب، يبقى هذا أمر محرم، لأن دائما الدعوة إلى المنكر، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمنكر بيشمل الواجب، المنكر يشمل المحرم والمكروه، والمعروف يشمل الواجب والمستحب، واخد بال حضرتك؟ فالدعوة إلى المكروه محرمة، لكن فعل المكروه مكروه. انت فاهم الحتة دي؟ دي مسألة مهمة، ولذلك لا يجوز أبدا حث الناس أو دعوتهم إلى مسألة تقليل النسل والترغيب في ذلك. وسبحان الله انت بتسمع يعني كلام يردده يعني الأعداء ومن يوالونهم في ذلك، بزعم ان كثرة النسل لا سبب لضعف الأمة مثلا، او سبب لانهيار الاقتصاد، او لضياع المال، او سبب للأزمات، مع ان سبحان الله يعني كل مولود بيولد اولا له رزقه عند الله سبحانه وتعالى، زائد ان هو من الناحية يعني النظرية والواقعية الكثرة النسل دي سبب للقوة، سبب فعلا للقوة. الأمة اللي بتبقى نسلها كثير والناس كثير بتبقى أمة عزيزة، أمة قوية، ده حتى في العوائل بين الناس يقولك العيلة دي عيلة كبيرة ما حدش يبص لها، واخد بالك؟ صح ولا مش صح؟ يبقى ده سبب للقوة، زائد ان كل مولود اذا كان يأكل فالمفروض انه يعمل، صح؟ ولو بيأكل بس يأكل وينتج، ها؟ فالمفروض ان هو لو يعني كان في تخطيط سليم ووجه هذا النسل توجيها سليما لكان سبب خير كبير للأمة وسبب عز لها في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم حبيبي. ها؟ وسائل منع الحمل ليها حكم العزل، كل وسائل منع الحمل ليها حكم العزل، وحنشترط معها شرط آخر ألا يكون هناك ضرر. هو كان في مسألة أخرى في بالنسبة للعزل عن المرأة بدون إذنها الزوجة، العزل عن الزوجة بدون إذنها لا يجوز، ولا يجوز للرجل أن يلزم امرأته بتناول شيء من موانع الحمل، لا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تتناول شيئا من موانع الحمل بدون إذن الزوج. ليه؟ لأن الولد حق مشترك، حق مشترك، فلا يجوز أن هو يلزمها بمنع الحمل وهي تريد، خد بالك، او ان هي تاخذ من ايه من وراه، خد بال حضرتك، فهذا امر لا يجوز لان الزوج له حق في ذلك. اخر حديث في الباب حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم، يطوف يعني المقصود به الجماع، وهذا يدل على قوته وكمال رجولته صلى الله عليه وسلم. وتكلم العلماء في هذا الحديث في مسألة القسم، القسم بين النساء، لو أنت متزوج أكثر من واحدة يجب أن تقسم بينهن، والقسم ده بالليل، وهل النهار تابع لليل أم لا، دي مسألة فيها خلاف من أهل العلم، يعني بعضهم يقول يجب أن يقسم بالليل والنهار الذي يليه يتبع ليه الليل، ولكن يجوز أن يدخل نهارا ولكن لا يمكث طويلا، يعني عند المرأة التي ليست نوبتها. فاستدلوا بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهن جميعا. طب هل كان القسم واجب عليه أم لا، دي مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، بعضهم قال بعدم الوجوب واستدل بالآية التي في سورة الأحزاب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.